لنحكي عن هذا الموضوع. اكيد معنا اليوم بصباحنا غير عدنان تنبكجي، امين سر مدربي حاضنة الدمر المركزيه للحرف التراثيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا ويشوفونا. يسعد صباحك. يعني بدنا نحكي اليوم عن الهدف من افتتاح البيت الابخازي بحاضنه الدمر، وكيف اجت الفكره؟ احنا اسمحي لي اعطيكي فكره بس عن الحاضنه لكل اللي عم يتابعونا. فكره الحاضنه هي نتيجه بحث علمي قام فيه صديقنا لؤي شكو زميلنا، واخذ جائزه الابداع بسنه 2014. من خلالها تم الاهتمام بهذا الابداع من القياده المركزيه لحزب البعث العربي الاشتراكي والاتحاد العام للحرفيين. افتتحت الحاضنه لها ثلاث محاور اساسيه: مشروع البيت التجاري، وعندنا مشروع التعليم، ومشروع الانتاج. حلو. من خلال البيت التجاري اللي موجود، نحن بنقصد البيت التجاري هو تسويق للمنتجات الحرفيه بكل سوريا. اجوا اصدقائنا الابخاز، نحن شرحنا لهم مسبقا عن هذه الحاضنه المركزيه للحرف التراثيه بدمار، ولقوا استحسان، شرحنا لهم بشكل موسع واتكلمنا عندهم بابخازيا واستضافونا، وعملنا بيت للمنتجات الحرفيه السوريه، وعدنا فيه الرئيس الابخازي، وساوينا معرض رائع جدا بالعاصمه سوخومو، ولقى استحسان. شرحنا لهم الفكره وقالوا انه بدهم ياخذوا عنا بالحاضنه المركزيه، وصار البروتوكولات واخذوا، وكان الافتتاح يوم الاثنين، يعني يوم قدومهم من السفر افتتحوا هذا المكان البيت التجاري الابخازي. تمام، خلينا نحكي عن يوم الافتتاح. شو كان في؟ قلت لي في كان بالافتتاح احتفالات صار. نعم. وخلينا على نحكي كمان عن الهدف من افتتاح البيت الابخازي في حاضنه الدمر. الهدف من الافتتاح لان السباقين كان، وهذا المكان دولي يعتبر، نحن لاحقا كمان حيكون البيت التجاري العراقي والايراني لكل الدول الصديقه والشقيقه. بالنسبه للبيت الابخازي هو عرض للمنتجات الحرفية تبعهم، والمنتجات كمان مو بس بالضرورة الحرفية انه تكون عندهم بهذا المكان، يعني بصير تبادل تجاري احنا واصدقائنا الابخاز، بيعرضوا منتجاتهم ونحن بالمقابل هنيك بنعرض منتجاتنا، وبصير كمان تبادل تجاري كثير كثير حلو. احنا الهدف كمان ترويج المنتجات الحرفية بابخازيا. نعم. وعندنا موضوع المقايضة، نقطة كثير مهمة، هي نقطة التحوير ودعم للاقتصاد السوري، يعني رغم العقوبات احنا ما بقى نسأل عن العقوبات لأنه موضوعنا صار تبادل، التبادل بالسلع، مقايضة. نقطة كثير مهمة، وإن عند منتجات حلوة وفي تبادل خبرات، تبادل ثقافي احنا وياهم، حتى في مشروع تعليم، يعني احنا على استعداد تام بهي الحاضنة انه نعلم مو بس ابناء الوطن، كمان اصدقائنا الابخاز ممكن انه نتعاون ونتبادل الخبرات ونعلمهم على كل شيء بخص الحرف بعد التحفظ للاشياء الخصوصيه اللي نحن عندنا يعني. نعم، طيب هلا حكينا عن البيت الابخازي بحاضنه الدمر، خلينا نحكي عن اهميه البيت السوري بابخازيا، اهميته بالناحيه الاقتصاديه والتجاريه كمان. الحقيقه نحن الاهميه الكبرى انه تكون، لانه بتكون ابخازيا هي الخاسره تبع روسيا. بس حتى يعرفوا المشاهدين انه انتم عم تحضروا بالبيت السوري من سنتين، قلت لنا تحت الهواء وعدنا السيد الرئيس الابخازي انه يعطينا، لكن عرضوا علينا مكان، المهتمين بالموضوع بدهم مكان افضل. نوجه تحية للأستاذ نزار جبان اللي نصحنا، هو عنده خبرة، هو كمان ممثل غرف التجارة والصناعة بأبخازيا، نصحنا أنه ناخذ مكان أفضل، لذلك هلأ الوعود أنه ناخذ مكان أفضل وعم يهيئوه إن شاء الله يعني بالقريب العاجل، وخاصة هلأ فتحوا سفارة، يعني العلاقات الدمج كتير كتير حلوة وعم يكون تآخي، وفي مصاهرة إحنا وياهم، يعني الأبخاز في عنا إحنا مصاهرة في أصول للسوريين، ونفس العملية بالعكس عم يكون. أهمية هذا البيت الابخازي او البيت السوري بابخازيا عرض المنتجات الحرفيه وتسويقها لتكون نافذه لكل اصدقائنا الروس، وحتى بيكون نافذه لدول اوروبا، يعني هذا المكان كثير استراتيجي. وما بننسى انه ابخازيا هي دوله سياحيه بيزورها ما يقارب 3 مليون، تصوري بهلا بجائحه كورونا 3 مليون سائح، يعني احنا هدول احنا بحاجتهم نروج منتجاتنا طبعاً. الحرفية، وإن شاء الله الأمل كثير كثير كبير عليهم إن شاء الله. أكيد. خلينا نحكي كيف عم تشوف واقع المهن الحرفية والتراثية عنا برأيك، شو هي الصعوبات اللي عم تواجهكم كحاضنة الدمر الحرفية؟
احنا بنوجه تحيه لكل واحد سوى اكتتاب بهي الحاضنه المركزيه. هذا المكان في مركز ابحاث علميه، يعني في مركز، ما حكينا عن المركز التجاري مو معنى بموضوع التجاره بقدر ما هو ترويج للمنتجات الحرفيه السوريه. في عندنا مشروع التعليم، مشروع التعليم بهي الحاضنه كمان رائع جدا، يعني في مشروع هلا وفي دمج مع منتجات المراه الريفيه، منتجات المراه الريفيه كمان في اهتمام بتشابك مع وزاره الزراعة على أنه نحن نروج لهم المنتجات بشكل جيد أكثر مما كان سابق، وناخذ يعني اليوم الستة اللي عم تكون عم تعتمد على محصول معين بالريف تبعها او بمنطقتها لتروجه، اليوم ما عاد في عندها اهتمام لتسويقه، مجرد انه نحن في تشابك مع صار بالحاضنه مسؤوله عن تسويقه. صح. بالسعر الجيد جدا، يعني مو والله احنا بدنا نخبص لها نبخس لها بالسعر تبعها، وبنعرضه بطريقه لائقه مع الحفاظ على اسم المنتج تبعها. يعني احنا هون العمليه ممكن هلا عمليه تسويقيه، عمليه تسويقيه بحته بطريقه جيده وبطريقه فنيه. وبتعرفي نحن عم نواكب العصر، يعني بدك شيء لائق كمان، يعني فرضا لعندها خلينا نقول مشمش مجفف بنحطه بطريقه، ما والله نقدمهم بسله، احنا ما فينا نقدم لهم اياهم بسله، بنعقم وبنظبط وبنحطهم بطريقه لائقه، ممكن يكون 200 جرام. صحيح. مو بالضرورة أنا بيع سلة، وقت احنا بنحط هاي السلة بنحطها ب20 باكيت أو ب40 باكيت، صار المستهلك بده ياخذ حاجته ونعرض بطريقة لائقة ورفع الاسم. صح. احنا ما عم نسوق داخليا، كمان في تسويق خارجي. صحيح. طب خلينا نحكي اليوم، أنت كيف عم تشوف واقع الحرف والمهن اليدوية بسوريا، خاصة بالظل يمكن هاي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها؟ والله احنا في مواجهات، في حرب كبيره على التراث السوري، لكن ان شاء الله الحرفيين تبعنا ابدعوا وحافظوا على هذا الارث الحضاري اللي احنا توارثناه من الاب ومن الجد، ومشروع التعليم قائم. هلا احنا عندنا بثلاث دورات راح تفتح بالاسبوع القادم تقريبا يوم الاحد، بتسمحوا لي يقولون ثلاث دورات اللي هن اول شيء لدعم المراه الريفيه بيت الموني، دوره اسمها بيت الموني للاستاذ ماجد حقي، يعني بنعلمها طريقه التجفيف وطريقه التخزين وطريقه يعني الحفاظ على كل المنتجات اللي بيخصوا المراه الريفيه، بدون ما احيانا يعني في عندك بيكون خلل ما ممكن تفقد نص المنتج تبعها. هون صار في توعيه وفي اليه عمل من الالف الى الياء، كيف بيتخزن هذا الموضوع وكيف بنحافظ عليه، كيف بتزرع. وفي عندنا موضوع كمان دورة ثانية لاستخراج العطور، نحن بالمعارض الخارجية نتساءل كثير على منتجات العطور وخاصة بالوردة الجورية والياسمين. هلا صار عندنا بالحاضنة استخراج لهذا الموضوع، استخراج الزيوت ومن العشبة فورا او من الورد المجفف، كيف عم تكون الآلية، يعني الواحد صار بشوق على انه يشوف. لصديقنا محمد زكور كمان دورة تعليم، محمد مازن زكور بهذا الاختصاص، وهذا بخص الصبايا، نحن عم نشجع موضوع ليش بدينا بالصبايا؟ منشان نشجعه، لانه صدقيني هن مو نص المجتمع وفي عبء كبير عليهم، وخاصة بالظروف المرأة السورية او السيدة السورية اثبتت جدارتها واثبتت وجودها بهي الظروف الصعبة، نحن عم نكنن لهم كل الاحترام وعم نشجعهم على هي الدورات. وفي عنا دورة للجلود، كيف بتصنع الصبية جزدان، كيف بتصنع حزام، كيف بتصنع بورتكلي، كيف بتصنع بكلي للشعر، جرافيتا، كله هذا عم يكون كمان لصديقنا وزميلنا عامر كمان نديم. هدول بداية، ولاحقا كمان في دورات، ونحن مركز أنه دورة مجانية لأبناء وبنات الشهداء وذوي الإعاقة، وفيما بعد دورات متتالية بيكون حسم كبير. نحن أساسا مشروعنا ما له تجاري، مشروعنا له هدف وطني تنموي من شان التعليم، يعني عم ناخذ فيما بعد المصاريف هذه بتنحط أبدا، احنا بيكفينا أنه نسوق منتجاتنا وناخذ حالنا. بالنسبة للعقبات اللي عم تواجهنا، من وجه التحية للأستاذ ناجي الحضوي رئيس اتحاد العام للحرفيين اللي إجا وشاف وجعنا، ووعدنا إن شاء الله يتابع مع السيد وزير الكهرباء من ناشد على موضوع الكهرباء أنه تعامل الحاضنة معاملة المناطق الصناعية، لأنه إذا تعطلت الكهرباء عم نتعطل بحدود 5 ساعات، يعني يعطونا جزء أو يخففوا موضوع التقنين.
احنا بنعرف ظروف البلد، وحتى موضوع المحروقات اذا تعطل احنا عندنا شيء مكنه او اله بتعتمد على المازوت كمان هي عم تعطل عجله اقتصاديه، عم تعدل عجله الانتاج، عم تعطل يعني بصراحه. اكيد اكيد نحن كمان اكيد من ضمن صوتنا لصوتك. خلينا نحكي عن اهميه الدورات يلي انتم عم تعملوها، وخلينا نحكي كيف عم تلاقي الاقبال عليها، يلي حابب ينضم لكم كيف ممكن ينضم؟ والله احنا اعلنا سابقا بتشكر الاخباريه السورية، احنا انتم على طول مواكبيننا. موضوع الدورات احنا هلا بدا التسجيل الدورات، اليوم الاحد رح تبدا بثلاث دورات اللي ذكرتهم. لكن احنا على عمر معين او في عمر معين؟ لا ما له معين يعني. تمام. ابدا يعني حتى ممكن يكون الواحد ما يخجل اذا عنده اعاقه معينه، احنا في عندنا له دوره مختصه يعني ما في ابدا عيب الموضوع. ممكن يكون صبيه تاركه العمل، ممكن يكون مرت شهيد، اخت شهيد، بنت شهيد، ورجال كبير بالعمر، يعني ممكن نستفاد منه كمان. ما يقول والله طافوا القطار، القطار بيحتوي كل الناس وما في عمر معين. وبالاخص كمان بالصيف في عندنا دورات للاطفال، دورات اطفال للتعليم الحرفي لكل واحد شو بيهوى، كل واحد شو بيحب، في تكافؤ وفي تعليم جيد جدا لعنا كل المراحل، ما في عمر معين ابدا. نعم بدنا نحن اكيد نتشكرك على كل المعلومات ونتمنى لك التوفيق انت وكل الحرفيين، وفعلا تكون خطوه اقتصاديه هامه بعد افتتاح السفاره الابخازيه بسوريا والتعاون على المجال الاقتصادي الحرفي ايضا. شكرا لوجودك معنا. يعطيكم العافيه وشكرا لكم. شكرا لوجودك معنا اكيد، ونتمنى لك التوفيق. يا اهلا وسهلا بكم.